وأنتقل إلى مدينة الدار البيضاء صحبة الإعلامي الرياضي السيد حمزة الشتوي. تحية طيبة لك سيد الشتوي. يعني رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع أكد حرمان المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، وأكد بأن الأمر مؤسف جدا. ما هي قراءتك لهذا المعطى؟ اهلا بك زميلي انس، تحيه ليك، تحيه للزميل بسام ولكل مشاهدي ومتابعي شاشه ميدي ان تي في. اكيد كما تحدث فوزي لقجع رئيس الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم في اخر تصريح له بمطار الرباط، سال على انه المنتخب المغربي وكذلك الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ذهبت في الامور الطبيعيه ونهجت كل الخطى من اجل الوصول الى مدينه قسنطينه والمشاركه في الشان للدفاع عن اللقب الذي حازه المنتخب المغربي في آخر مناسبتين. حتى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإن عدنا بالأحداث شوية للوراء فتعاملت مع هذا الملف باحترافية كبيرة وكبيرة جدا، وتعاملت معه بشكل رياضي لا سياسي ولا أي شيء آخر. تعتمدت على مراسلات للجهاز الوصي، لأن المسابقة هي تلعب تحت لواء الاتحاد أو الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف. الجامعة راسلت الكاف قبل أيام وطالبت بتوفير رحلة مباشرة إلى الجزائر. الجزائر كبلد منظم عليه أن يحترم الملف الذي افترى التحملات وأن يوفر الظروف والشروط الملائمة لكل المنتخبات المشاركة. الجزائر دفعت على رأيها ولم ترخص للأسود. الجميل والجميل جدا هو أنه حتى بعثة المنتخب الوطني المغربي توجهت اليوم، بالأمس كان بلاغ فيه يعني مصطلحات واضحة على أنه تعذر على المنتخب المغربي السفر في الموعد المحدد سلفا. اليوم صباحا البعثة تواجدت في مطار الرباط سلا وانتظرت لساعات وساعات وهي تنتظر الترخيص من أجل السفر والطيران صوب الجزائر، لكن في الأخير الجزائر حافظت على موقفها وحرمت اللاعبين المنتخب المغربي. وهؤلاء الشباب كما تفضل الزميل بسام، هؤلاء الشباب الذين كانوا يمنون النفس نعم حمزة سوف نعم سوف